يمكن البطولة كانت مهمة، انتوا لعبتوا مباريات يعني على مستوى كبير، يعني ليبيا أول مرة تستضيف بطولة أفريقية من فترة يعني. كلمني على الاستعدادات، ابتديتوا لها امتى البطولة دي؟ جمعتوا مع المنتخب من قد إيه؟ من حوالي 7 شهور كده اتجمعنا بقى اول خالص، بس عددنا كان كبير قوي، حوالي 100 وي حوالين، مية. بس حوالين مصر كلها بقى، يعني اسكندريه وجيزه والقاهره وكل مصر بقى. الكابتن بقى قعد يجمع كله، كابتن مين اللي جمع؟ كابتن احمد السيد وكابتن ماحي وكابتن مدبولي وكابتن بيرسي، كان خبير جاي من بره من البرازيل، قعد يجمعوا كله بقى من حوالين مصر كلها، ولحد ما صفصفوا على 60 بقى والكلام ده، لحد ما وصلنا 25. 25 دول قعدنا فترة بقى بنتمرن 25 كذا شهر. 25 شهر. فبعد كده بقى الفترة الأخرانية بقى اللي هو خلاص بنقرب على البطولة، بقينا بقى بننزل لحد ما وصلنا 18. 18 كويس. دي كانت قبل البطولة بتاعت 3 أسابيع مثلا كده. 18 كنتوا قاعدين فين 18 اغلب الوقت؟ المعسكر مغلق، المركز الاولمبي لا مش كانش ما كانش كان معسكر مغلق، مفتوح. كان معسكر مفتوح. تمرنوا فين؟ كان المركز الأولمبي يعني، بتروحوا تيجوا كل يوم؟ كل يوم كنا بنتمرن تمرين الصبح بدري 8 الصبح مثلا كده، والساعة 2 الدور، طب وتقعدوا الفترة دي في ونبدأ المركز قاعدين في الاولمبي؟ المركز الأولمبي الفترة دي. معسكر بس ده مجهد مفتوح، عليكم. كان موجد شوية علينا بس بس يعني انتوا لسه في اول حياتكم لسه ولسه في أول شباب حاجة يعني تتحملوا. لسه، فالحمد لله يعني. بس فلحد قبل البطولة 3 أسابيع كده كنا 18، قبل بقى البطوله باسبوع اسبوعين كده مثلا، الكابتن بقى مصفي بقى على ال 12 بقى اللي سافروا اللي سافروا. تمام، منهم 4 من النادي الاهلي، اللي انتوا الاربعه. والغريب كمان ان في 3 4ات، انتوا 3 من 4 مشاركين من النادي الاهلي، فده يعني حاجه تنم من المركز ده عندنا، الله اكبر جامد. لان الحمد المركز ده لله. اوريدي صعب يعني، المركز ده هو وصانع الالعاب بيكونوا مركزين صعاب، والثلاثات طبعا عشان الطول، بس الاربعات هم الاكثر مهاره لانه بيبقى محتاج استقبال وضرب وبتاع، بتبقى فيزو. قصه كبيره سعادتك يعني. طيب خلينا نتكلم في السفر. انتوا سافرتوا خلاص لحد 12 لعيب، رحتوا مصراته. مين كان مجموعتكم لو تفتكر؟ اصعب ماتش في التصفيات يعني، كلمني عن البطوله من اولها بقى. من اولها احنا يعني كل ماتش كنا، الكابتن طبعا كان بيبقى مركز معانا ان كل ماتش لازم نكسبه، كابتن واي احمد كابتن احمد السيد كل ماتش لازم نكسبه، وكل الكباتن يعني. ان اول ماتش لعبناه كان مع تونس، تونس. اول ماتش كان مع تونس، نعم والتونس دي كانت تعتبر من الفرق المنافسه على البطوله طبعا. برضه، فالماتش كان صعب يعني، بس الحمد لله ربنا وفقنا وكسبناه 3-0. فالكابتن قال لنا احنا الماتش كده اكننا ما كسبناش حاجه، ولازم نركز بقى على الماتشات اللي جايه، والبطوله ما ينفعش نتغر بقى والكلام ده نعم نعم ونقول احنا كسبنا والكلام ده، فلازم نركز في الماتشات اللي جايه يعني. نعم وماتش ليبيا بتهيألي يعني الفاينل برضه 3-0، ده بيدل على التفوق يعني، الحمد لله كنا الحمد احنا لله احنا كنا متفوقين الحمد لله على المستوى فرق. الفني والبدني والكلام ده الحمد لله. بس ليبيا كانت المشكله ماتش صعب عشان كان معاهم جمهور، جمهور. فالجمهور برضو بيأثر برضو شويه على نعم اللعب، بس صحيح. الكابتن احمد كان بيقول لنا يعني الجمهور مش طلع بيلعب معاكم، كان بيقول لك الجمهور مش بيلعب بس معاكم، انتوا انتوا اللي لعبتوهم بتلعبوا. مرتين، مرة في المجموعة كسبنا برضه، والمجموعة والفاينل برضه كسبنا. المجموعة كان 3-0 برضه، كل كله الماتشات كله 3-0، الماتشات كله 3-0 ما شاء الحمد الله لله ما يعني. شاء الله ما شاء الله.